يبقى لازم نعرف كده أن الذين لا يريدون وجه الله، الذين لا يريدون الآخرة، سيكونون لنا أعداء. وتطلع عليك بقى الأقاويل والأفاعيل. يعني أنا سايب بورسعيد يوم الجمعة الساعة 6:30، طلعت حتى منها من قدام البيت على طول، من قدام المسجد ركبت عربيتي على طول على القاهرة عشان الخطبة. قلت ما أعرفش الظروف بتاعت الطريق والدائري. خلصت الخطبة مش عارف إيه، رجعت حوالي الساعة 7:30 على بيت أختي. خلصت بيت أختي قعدت سلمت عليها وشربت الشاي هناك، رحت بيتي قعدت أتفرج على التلفزيون، اتغميت، نمت حتى نومة على مخدة عالية ومع المروحة مفتوحة. يعني النهاردة خفيت شوية لما رحت خدت حقنة عشان أديكم الدرس. امبارح ما قدرتش أنزل نهائي، ولحد الصبح والظهر ما نزلتش إلا بعد الظهر. يبقى أنا من يوم، الله يبارك فيك، من يوم الجمعة وأنا غايب عن البلد. واحد يحلف بالله إنه شافني بعينه الاثنين ماسك آلي في شارع الجمهورية، بيحلف والناس يردوا عليه يقولوا يا عم. واحد رد عليه وقال له يا عم الشيخ منعم كان في خطبة في القاهرة وما جاش إلا الساعة كذا. قال لهم بطلوا بقى كذب، ده أنا شايفه بعينيا الاثنين. أقسم لكم بالله في حياتي ما أعرف الآلة دي تتضرب إزاي، ويمكن لو مسكتها يمكن أضرب نفسي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عشان كده احنا عاوزين يا اخوانا يعني دايما يعني نحتاج الى ضبط النفس، ونحتاج الى يعني عدم ترويج هذه الاشاعات. يعني بعض واحد يسمع يروح مبالغ، شوف يا اخي شوف الشيخ اللي بنحبه ونقدره، ايه يا عم فيه، يقول واقف هو اللي جايب الناس دي وواقف معاهم واقف قدامهم بقالي حسبي الله ونعم الوكيل. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وربنا بيقول لهم إيه؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني خشية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هتندم لأن ده في صحائفك هيكتب.